لوضحة ما صار كوكورون تي لوضحة ميا والي تقال تقياسي كستل إيال إكلا تورتور لي عاي وحكا سلي إيال لي بقايلي والي كري واي مركا سلي ها وحكا لما ربتاه وشي دي باي تقاناي وشي باي ربتاه أما الصوحة سمدي هدي لي يوقع ورعحتا مكلا يجعلي نبك باي سوكري أفلقا دي باي سوكرتي خفاتك باي سوكري لوضي باسون راعي كليل كيدي إخفاتك دي باي سوكري كلي من مدي حوري كلي جاي أن راح هيا يسوكري وان دا دي وان كركري وان مركب مكري جعلي اللي يقول راحة وصبح أسلا إدي لو نفتل إيقا قاف مكري جعلي مد ميشي بالا إيقا قاقا جواي مركاسو أول ماشا نغو إنتاي لأيك تح الله يعبيس بوصوقات مركاسو يري وحي تقعنا أنا أبي خلي أحضر تي أمبو أغضا إيقا قاف وقولي هو وقلت عيضا وحولها دليل هيان ولا بس عم لبادي الساعة بو يقول بالعب ليش ساعة مركي عي مريس وانت عز او يقول وف وطفو مركي ما تبا وطوك لكين هاي بو واني جينا انا جحان جح انت عز اخرى انا اللحين ونجيب مال اسكتي هاي المغزي ومركي تنبر اسكتي كي تلا وأنا قلنا هدي نفتح عمل الآن باح استاذ كي يشتغل لا ده أنا هاد ما كان صبح يروح وراعي ولا استاذ كي ويستاذ كي يشتغل بختي بان استفرية استفريست وحمى عرا وحمى عبا وفي لما حلا ماشي بعد قرح رئي ونعطا وانسا ساعك وصل توص قلنا هدي جركي جمالي تاستيك ورعبي وقدر ما أنت ذكر وقالك يقول قراءة من بعد حسوس لا بدرس من حسوس تيجو بدن ولا بدرس مركز أي إسلام مركز أنا لما بقوم أم الله هنا جيران بانس كهينة إذا مركز أنا سوء أكتبنا هين يا وحيتي هو يضع بانس كهوية نحكت أنا لما نفتر ما كان وحكة قلتنا هويدا المعذر بان هاي حق عبرها لكن هويدا دمال كنا لدباي هيدو اسكو هوي يعني هيدنا كنت هيدا عني ساكون جبني نما هاي وانوح مركز عني يعني سوشو الدقني مركز سيتلي اسلام تبا مركز دات ومان انت هدي دات غارينا بردين تايس كم ولا هينو بل ساي او بي ماتي او مالي اسكا فيري سندد الى حايو اسكال كاي ايمان ايو افير فيري ناي واي جيرين ماركا بقف لكن انت اللي حجع لا ايو ايمان صوك عان عانا كسو سي اي صوك عان واح كوتر واح الى حما عرك اسلان تي اساق او قبي ام بان او نقولي جيد برتي سان تايق نايو ولسي او تايقان هاو الا حتى هبين كي ان كتقن ام حولي اساق مركو كاني حولي او إيه هين حتى ما انت واحد نص سيسان اي اي ولي من ماشي الفاق لذا امبو اسكا كي داعي ما بو ماشي دا اسكا فدي يعني نفتا نوي من اقول جفت مركا اسلام تبا غور هبي نما اي اماد مركا سايتري عنيدا حتى عنكو واتو كل ما هين كريو وي الى الدليل يعني وحي إليهين قبل يعي حولها نور رأي سي إذا وضعتها وان كوضي ويل وحي جري أي هو يدي بشو أي إذا كلاقو بش ويلي قبل أي هو يدي بش وينين كلاقو صور بش يعني اسكو إنت إهان باجري مركا عيقنا أبوه دوو دنتايو شو مركو أبي هو يدي جوسان عيب نينك وقد دنتو إسلام قروب ويلي قبل هاي ستاي إهان مركا ويل كبا إيو قبردي داي جيري أو إدو هودة لجيرو إدو هودة هايستي مركا ماما دا حولا يقفتا ليرو لو فربادان إيو حولا باي لهي حولا هنا أنا عادة واح واح إغسي يي مالا حاني إلي ميهي مركا ماما دا وحاي إتري حبريحتا إيدا وحاي إتري حدان أنكو هايستو إلا دير رايانو ما نسمع قانا عدها نو هذا أم بندري سان قلنا
هذا هذا أنا جو خوات واي إلى الدير العيان وحيدين قبل حوالا نور رأي سي نقد دولا سطل نقد وضع تي إذا يهين بو كودة إياه مكر أي إدب كودة تالي وان كودة ويل كودة عيدش بعد ودوا أركو حوير قبل بدنا دي حال أن فرصة تدان هلي لها أن وضعن لها waxaa dhibaatada ay ku jirto maalin walba laga sheekeynay way ka raysan lahayd bu iri sabaxti aan ku xada oo ku wata oo ku geeyay wiilki waxaan san tahay wiil aan naag qabino asagaba idahooda la joog ani wuxuu ii taray ma lahan i dhaaf baan idi ha iska keydildileene kulley tan un mar baa laga bixi doonaa kana de naag maqan gabadhan la maqan wiil kana naag maqan ayada idaha la iska haysto idaha day joogay laakin xoola ayaga ay leeyihiin hooyada ay uga dhimatay haystee xoolahoodaas cidna kama qaadanino cidna kama qaadanayni marka taas marka saasu taas ii dilay maanta dilk la xasuusnaa dubri baa marka intuu tagay buu adiga weligaa ma aragtay qofka hadduu qof dila oo hadda ama wiilka qolo markuu idilahay wiilka kale igama celinayo hayad duqi markuu idilahay wiilasha igama celinayaan markuu ay wiilasha idilayaan duqi igama celinaya qof iga celinay mara qofkaas hadduu damca inuu idilo oo uu iqabsado ma qof iga celinaya mara ilaa dantiisa uu iiga bogto liigama celinayo dantiisa unbuu iiga tegi karaa markuu asaga gacanta ay daasho unbuu iiga tegi karaa qofkaas marka saasay iska ahayda duqi baa intuu tegay oo ilmaha nabi hooyaday ay dhasho labada ahaa u tegay baa wuxuu yidhi lo'dii xoolihii faraha badnaa ee hooyadiin ka dhimatay gabadha dhaxal bay idinku leedahay oo hooyadeed dhaxal bay ku leedahay xoolihii keena dhaxalka ahaa oo adinka hooyadiin waa dhaxasheen oo xoolihii adinka hayste keena gabadha wixii ay xaqa u laheed hooyadeed dhaxalka ay ku laheed keena markaasay yidhaheen gabadha waad noo diidtay annaga adigana nolol cidaada kuma haysatee say hooyadeen ooga samirnaan ayadana ooga samirnaye haddaadna siiso oo gabadha nadi ay tahay oo hooyadeen baa noo dhashay aadna siiso xoolaha wax way ku leedaho dhaxal way ku leedahay hooyadeen nocaan wax way ku leedahay dhaxalka way ku leedahay laakiin intaad adiga haysato oo ilmahaada iyo naagahaada aysaan siyeelayeen maxaa yeelay xoolo ma siinayn xoolahan adinkaaba iska qaadan haye ayada ma siinaysiina waxnana kuma qabanayse kacgal bay dhaheen annagaad hooyadeenna ma aadan qabinoo adi dhaxal kuma lihid wuu iska soo noqda adaga markuu cidii tagay oo siri ay dhaheen hooyadeenna maad qabina gabadhaanna ay rafaad barta ku disheena marka xoolo waxaan saan kuu siinaba ma garanaynay ku dhaheen uu iska soo tagayoo meelaha anaa dee qof aqli leh ma ahayna ayaga unbaa hadee maskaxdiga gumaystayoo iska key haystay meel kalena inay jirtaba maba moodaynina dadkaana dad reerho meel degan ma ay ahayn adi wiilki jaar dambuu naag guursadayoo gabarba guursadayoo markaas uu damcay inuu iwato ayagiibaa marka giidoo la kari waayay gabadha xoolihii hooyadeed xataa way u diideena maxay u soo sheeg qaadaan camal anigana dee waxaan buu ahaa booyaase oo xoolahan u raacaayo inaan qof kale xoolo u raaca ma ay rabin marka adi wiilkii saasaan kala ahayn oo wiilkii saasaan kala ahayn wiilka weynaaya gabadhii jeer dambaha ayadina la guursaday annagoo intaan guurnay geedi ah oo intaa hormarta ee orti iyo wixii ay hormareenoo aan loodii la socdo oo dad badanna aan ahay loodii aan la socdo mgeedina baa gabadhii oo la guursaday oo cid ay gabadhii ku jirtay baan soo marna loodanadii bay gabar un islaam ku soo orday aniga unbay igu soo egtay way loodii iga soo reebta markaasay dhahda maxaa aniga marka qof haddii aan aqoonina igu dhagay
وحر بيو وناس كهربان طمعي وحيت رباي أنا من كل الشيء هو إذا بعيد الشيء وحجينا تهين ودوك تهين هو إذا بعيد الشيء ذهب قاسين على ده أنا جي أبا هاي جا حررين الصبح حيت أنا من كل الشيء هو إذا معن بعيد الشيء الصبح تبغي ويصار هيبة أنا دكتور قاس قف حول خا عيان خا مركا مش هذا أنا بيتو بيد عند جنين قبلها وكولا إي وح دعمها كشتانو تجي ملي يريها إي وحاسا قبلها لو قدايو قبلها قير كيو عانيق إلا إغوطن ويقبان وحولها عن إسلاك راقم ويقبان وجيران درس كان أنا حولها عن نقعان أمباب راعي وقف إلا من راعيين لكن قبلها عن إسكو حافظة نهايو حولها راع ويود قبين كولها سايقبين تجي مها سايقبين وحاسة قبينا يقول فاني جرينا أنا قد رجعت وحقو قدنا يا ملاحا سان سيديه جرين طبعا المركة وإيصار ربطة وحايدة هذي هوي حولي إنك حيس تيتر طبعا مرضا بما أركيسين أنا قد إذي بأي كنتي من باقة بقو قبر باي أوغل عرطوي هاي ستا مركاس طبعا قد إذي بأي كنتي إسلام سدوها ديد وجوكتي بايتر طبعا أنا جاي إلى دلته هو يدي على الشيء مركز أي هذا أو أذن ك قبل عن أي هو يدي الشخص عن وقت أو خفاء كان يدبتها أو كم مغض يا هست مركز أي تري أبي هذا هست يو إدود وما حد ما هرب وذا وذا ويسن كم وذا كرنا ونودي دايتي مركا هذا هذا سيد يالي وان هاي سنه يدي لدوب الهي قعنت ايسو قلي وحا عين اي ابو سمعين عين هاي ابو سمعين مردن با اتو دم تقي سيتر ولال كاين مسين اي ايان انا مسين اي انا هاي سنه ايتر مركا قبردا اقل يرو غير او اقل بادي هاي اسكدر قناي من باع قبي قبر يرنو اي هاي ست أنا دمرك وحقاب إلى النقطي إذا منك إيه قبل كوكا لإحجلون أقل كوري الساحبة أبا إلى النقط واحد بطاس ويقوم تم ويسي وحان دور بذي كوبي يبدل أيو إيدرنا هدي أيو إيد وين يضب بضن إيب الشيء هايانا أنا أيق إسكادر بحجل وعما يا بايور أنا منك أعلان تحصنا كل مجوب الكريم تاسمي ها باي ما داني إلي جوك تدان فيري هيغ ما رنت طبان جار واي تريني قبرنا ويغو مشقوش كرك هيغ انت نبال كتال اي انت وح كوية اللي اي انت وح اي مدان اي انت وقف ايغو بفت وحي باي ما تقن تريني كان فيري ياخو بفت كاسا ايغو بفت كان ياغو بفت ابي ايغو بفت كان ياغو بفت كاسا ايغو بفت كان ياغو بفت اسلان تاسا ايغو بفت كان ياغو بفت فيري هيغي باي تريني كو لابا سدح عفر شان إلي وحان فيري فيري قف ماركت النول او نفكو جبتو فيري سلا ترينا لك سلان سده دي 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 بايتوسي اوي اوي وحان فيري فيري قبضان عرق كو لابا والا ترين كرا ورقف كان قف نول ما هاني محايت قف كنا سامي سيح ولا اوفي احسن جيلان انا دوي ويقوم مشقوش اباي انا ويدان عاني دش انا كولر دش اباي محاب محاي هيدي اديق عرار الي جوك ولي كروا يعني وحان اري نيني ناقص طبعا انت حدد كنت فكري ما فكرة داس راح يقول دليلي دبك يجي تعصى يجي دب فطنعت هذه كل على حال دبك إيه هاي صور إنت إيه هاي س إن أنا قبرني ولا شيء هذي من كيد كوكا إحجره وهذه قل كا وحلا سحرة مع هو هل أقرب بادي هو يار كيف يقول من تبي ويسوني ولا شيء قبي عنك صهر تاس تعصى يقول من تبي ويسري قالوا حاي ربع أنا وين تبي وحاي تبي أنت تبي طب راح أقول قايب قل إنت عيش وحاي قبان كولا قبان تجمع قبان وحبا قبان أدي وحي مقدد مقالة عن أدي وحي بان كورس وقد قد يجوب كاي هان لحي أنا وحاسا بحيسة إي هاي مقالة دي أدو كورش إيس وقد وحي ججمي وحي لك جشاء إيس وقد قبر وحي إيقاد اكتوح لو شرحري وهو قبر حان وأصولان باي إيقاد اكت بس قبر إيبان وحي إيقاد اسكا صاحلتي عالي بيو قروح بغر كورش قبقو ججمي قبقو حوه السبب دلي انت عن قبل ولا شيء لجو طعم اياك او اي ماذا
انا اركوي كورا لو سو كدي جيما لو سو كدي وحبا لو سو كدي ولا سو كرحيي وحان فيري الله قار وحي لي انت الله وحي ويدا دش في عنان بدنا الله وحي ويدا دش في انا الله واتاس قبل دي دور كبير مقناد واتاس وصو قرحنا اتلا زوجي انا ما حد سكري جوبي ويس انا ما حكو ان كو كان وكاس عندي ابا يعني نك ولا شيء نبا قبل نك يعني هل اقل اسكم اسكلم سو توسي كان وحس وحي بران بقرواي وح افر جوه دي ورقيسنا aan waxba loo sheegin la dilay in la caayay in la fiijiyay ma ogi aan wax xishood igu xastoona loo sheeginna waa iska ahaa laakiin wax ilaahay igu weynaa waxita igu abuurayo ana igu programsan bay iska ahaayeen xishoodkan iyo waxaan ii hadda gabriya adduunka joogayn way xishoon jireenoo dad xishooday ahaayeen marka adi wiilka gabadha qabay baan daraantiisan oga cararay intiga walaashii oo u joogi waayo ninkaas aan aqalka iskula jirna oo aan caanaha iyo waxa ku hor cabaayay iyo waxaas aan ka xishooda waa iskaga tegay dhandi baan iska tegay gabadhii horta maalintaasa isugu keena dambaysay ka guurnay gabadhii iyo agagaarkeeda iyo wiilka iyo wixii ciddii hooyaday ay dhashay ka guura meel aan iska arkayno fog baan kala tegnay haddina saas markay ahayd annaga waaba soo tagna waxaan soo aadnay marka dhankan soomaaliya ayagana waxay iskaga xareen waddanka wiilkaygan hadda wada degana aniga uurkiisa leh baa wiilkii la iisoo sheegay geeridiisa gabdho unbuuna ka tegay oo wax wiil ah kama tegin marka gabadhina ninkii wiil ii gabar markay u dhashay unbaa iigu wada dambaysay inay ayadii xataa hadda dhimatay inay noosh xataa wadka mahay mar unbaa lahaa un ayadii unbaa nool noolal geeri kuma maqal iska dhimataana musheegi kari laakiin ayadii geeri kuma maqal gabadhii noolalii geeri midna kuma maqal laakiin inay iska mooshaayna laga yaabo inay iska dhimatayna laga yaabo laakiin wiilka waa dhintay ilma gabdho oo uu ka tegay oo marka gabdhiina hooyadood unbaa iska hasteen halkaas baadiyaha iska degan oo hadee reermiiga ana dumaal iyo waxba ay yaqaanaan islaanta waa iska guursaday oo hadee reero kale iska yeelatay gabdhihiina amikaan waaba kolley waa la wada guursaday waxa dhintayna waa iska dhinteen wiilka yay ka wada waaweynaayeen gabdhaha marka gabadhiina halkaas itoobiya unbay weli iska jirtaayo inay hadda nooshay inkala war umahaayay waxay dhashay oo wiil iyo gabar waa uma warkeedii iyo ugu dambaysay waan un maqla laakiin wax oola kaloy dhashay ma maqlin marka ma raadi anigana hadda maba raadininba oo hadda kolkaan hadda caqadaan soo galay unbaan aanba xoogaha oo wiilkii ii soo koray wiilkii ii weynaaday baana xoogaha un aanba iskeera roonaaday ma ogin horteed qof qof raadin karana ma aheen ilmahaas labada ahaan iska aan korin hayayoo anigaba xamaal iyo rafaad iyo iskaga jiray marka haddana dhiikar iyo gaas iyo waxbaan iska qabaayo qof hadda socod iyo safar iyo aada u geli karana mihi laakiin waxaasoy tahay mar unbaan lahaa haddii ilaahay yidhi ha aad raadisid oo baldadki isaga ahaa aad raadisid oo mar un aad soo kala ogaada dee gabadhii hadday nooshahay haddii kaleba un tay dhimataanay wixii ay dhashay un aad soo aragtid wiilkiina wixii un gabdhihii un gabdho unbuu ka tegay aad gabdhihii soo aragtid in shaa allahu habariga haddii ilaahay yidhi ha khayr allaha ku siiye khayr badan adigana allaha ku siiye ilaahay ha kugu dambi dhaafe labadaadii waalidna allaha u dambi dhaafe nin hadee waa wanaagsanoo waxaa tahay maasha allah qisadii hadda shala anoo magaalada dhex marahayaan gabar aan un muddo badan aan isla deganaan jirnayo deris aan ahaynayo kolkaan qur-aanka aan berberan hayayna qur-aanka ii akrin jirtay oo naa gabar qur-aanka taqaana ahayd baan meel macuun ay ku gadanaysaan ku leexday oon idi abaaye ii waran seetaay fiican tahay waa fiican abaaye markaa tiri boon iswarwaraysan oo isbarya weydiinay tiri abaaye qiso aan youtube-ka ku arkay oo maxaa aheede aan kolka hore waxay tiri aan garan waayey qisadana aad ay ii murjisay oo aada ii murjisay oo si xiisa leh oo kal oo aan u dhegaystay tiri si xiisa leh aan u dhegaysanhay
oo dumarkaan dhageystaba tii kale aan dhararahayay tiri oo lixda qiso oo meesha ku jirtayba aan dhagaystay tii ugu dambeysay tii ku xigtay adi afar markaan dhagaystay tiri tii ku xigtay baan ogaaday tiri inaad adiga tahay oon irahay tiri allailahe waa qofkaas waa gabadhi alla walaale intaan ogaabaan isla deganay intaan ogaabaan isla joognay intaan ogaabaan qur-aanka kuu akhrin jira walaale wax qaris badnida walaale goormaad weligaa nala wadaagta asxaabaan ahayn qur-aankaa isla baran jirna waa isla joogi jirna waxbaan isla cuni jirna saaxiibo dugsi wax walba deris baan ahayn walaale goormaad weligaa qisadaas adoo sheegaaya aan ku arkay tiri weligay kaama maqal marka waxaan yidhi walaale haddana inaan sheega ma rabin oo sidii aad igu ogeydoka aan ka oga aamusnaadaanba iskaga aamusnaadaan iskaga samirsanaa haddana waxa igu dhegay qisadaas inaan sheega weli markaan weynaado haddii aan qof duqoobay ahoo geestiisa iskaga degan aan ahoo inta dhalasho ma ogi wax kaloo iskaga kaana jiro aan la arag bay weli walaalay warkay u wadaan baan ihi oo hadalkayga inay daayaan oo hooyaday daayaan oo aniga i daayaan baa aan ka waayey marka soomaalidan la wadaagaan ihi inaan intaan uqdad u dhiman lahaa oon iska aamusnaan lahaa oo maxaa aheeday aan amikaan dhihi lahaa mabi ihi soomaali waa ka baxa bannaanka haddaanba ka maran oon ummaddaas kaloo bini-aadankaas kale aan iska dhexdalo oon iska sheegta maxay aheeday oon warkoodaba meelaan ka maqlaynin iyo meelaan ka aqooninba aan tag ma anigaba war dambaba igama sheegayaan saas intaan noqon lahaa waxay ila qumaataana ii ummaddaas walaalahay ahoo soomaali weyn ah oo maanta aniga hadda soomaali weyn ima kale xigta ee waan wada jeclahaye oo gabar soomaaliyeed iyo wiil soomaaliyeed iyo hooyo soomaaliyeed iyo aabo soomaaliyeed waa iskugu kaymid maanta waana wada jeclahaye ilaa qof jaxaan jax iyo hooyonimo ku soo koray ma ihii ummaddaas ilaahay waan jeclahaye markaan rajonimada ka baxay oon magaalo tegay wixii un aan ku dhex noolaa oon ku dhex noolaa oon ku dhex weynaaday oon ku dhex xigmad iyo caqli iyo aqoonba aan ku dhex yeeshtay waa un ummaddaas soomaaliyeeda wax aniga xigta ii ah ama walaal ii ah kuma soo dhex baranina ummaddaas soomaaliyeedna saas awgeed baan ku jeclaaday oon ku jeclahay inaan un ayaga la wadaaga baan iska jeclaysiistaan ii abaayo markaasay tiri alla walaalay qisadu xanuun badanaa marka waxaan un gartay tiri wax kale ma garanin wiilkiibaa iga jihaday oon soo qaaday oon isbitaal keenay taasaan gartay tiri ilaa taas ayada goobjoogay u aheed way joogtay iyo ninkii wiilka dhalay wuu iga dhintay saddexdii cunug oo kalena waa iga dhinteen taasaan goobjoogo ahay tiyo unbaan ku gartay tiri qisada ma ogi qisooyinkan horoo dhan oo ilaa yaraanta waxaa lagu soo mariyey warka mahaynay tiri mana garteen weligee marka abaayo ilaahay kheyrha ku siiya waad ku saxan tahay inaad qisadaas ummadda soomaaliyeed u bandhigta wiilkaasna waxay tiri kheyr alla ha siiya wuxuu yidhaahay tiri waa qiso xanuun badan waa qiso itaabatay waa qiso aan ka murugooday buu yidhi hay tiri oo si qurux badan oo bili aadanimada ku dheehan tahay buu usoo gudbiyay tiri qisadaas marka saas waaye habaryar qiso saas waaye habaryar allaha ku barakeeya ilaahay maaragtay aqri adduunba gadaal samada nabi yuusuf allaha ku siiya maadaama aan ahay qof dhib badan soo maray waxaan kula talin lahaa ummadda soomaaliyeed iyo gabdhaha ilmaha rajooyinka ahaya inay ilaahay ka cabsadaan oo maxaa eeda ilmaha ilmahoodii oo kale ay ka dhigaan waaba yihiinba ilmahoodii dhib la-aan baa dhasheen ilmaha un aad haysiin waa un layskalama kiin keenin waxaa la inkiigu keenay inaad ama ninkaaga u dhalay ama walaalkaa u dhalay ama abtigaa u dhalay ama ehel un qof un aad ehel tihiinaa dhalay soomaa marka inaad waa ilmahaadoo kale inaad saad ilmahaad oola dhaqmaysid aad oola dhaqantaan ilaahayna aad ka baqdaan maxaa yeelay waxyaalaha oo qaabka daran oo wuxuushnimada oo ficilada xun oo
maxay ahayde cunsuriyeynta ah in ilmaha rajooyinka laga dhaafo. Intaas unbaan aniga hadda haddaan arko cunug raji ah kama tago, inkastoo weli cunug uu imutaysanayn raji ah ooba isoo marin, waan jeclaan lahaa inaan cunug raji ah koriyo. Waan jeclaan lahaa sababto ay tahay waxaa aniga soo maray baan xasuusnahay, mana jecli cunug raji ah in waxyaalaha aniga lagu sameeyo in lagu sameeyo. Marka walaalahay waxaan ka aan u sheegahayaa ummadda Soomaaliyeed, qofkii haya cunug raji ah inuusna maxay ahayday aad usixin oo la dhaqmi, oo ilaahay dartiis uu u koriyo, oo ilaahay dartiis uu wax ugu qabta, oo ilaahay dartiis uu maxay ahayday wax walba ugu hagaajiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.